مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. إن أناقت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. حسبنا الله، حسبنا الله في كل خطب وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. فافزع إلى الله وافرع باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. وأحسن الظن في مولاك وارضى بما أولاك ينحل عنك البؤس والوجل. وإن أصابك عسر فانتظر فرجا، فالعسر باليسر مقرون ومتصل. اقرأ قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم، فذاك قول